من القاهرة انضم إلينا أستاذ إبراهيم بالقاسم، المحلل السياسي الليبي. أستاذ إبراهيم، الظلام ربما الآن يخيم على بعض المناطق في جنوب وفي غرب ليبيا، ولكن السؤال علامة أصلا الاقتتال في طرابلس؟ ما هي الأسباب التي تستدعي مجددا الاشتباك؟ أهلا بك. أعتقد أن السبب الرئيسي للصراع الآن في طرابلس هو محاولة إيجاد أطراف مسلحة وجماعات مسلحة نفسها داخل السلطة في التركيبة أو إعادة التشكيل أو التعديل الوزاري المقبل عليه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. أي أن السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن قبل أيام في اجتماعه مع عمداء البلديات أنه سيجري تعديلا وزاريا واسعا خلال الأيام القادمة. أعتقد أن هذا الصراع منذ البداية كان لمحاولة إقحام جماعات مسلحة في خطة الترتيبات الأمنية التي وضعت منذ البداية في الاتفاق السياسي الذي جاء بحكومة الوفاق الوطني، اتفاق الصخيرات الذي نعمل جميعا ضمنه. هذه المجموعات ترى نفسها أنها لم يتم تمثيلها ولم تشارك بشكل فعلي في وضع لمساتها وملامح واضحة. طيب، جدا أي أنها ترغب في حقائب وزارية بعينها يا سيد بالقاسم؟ هل ترغب في هذا؟ صحيح، نعم نعم، هذا ما يحدث الآن. ما هي الآن لم تجاهر بمطالبها، ولكن نعلم هذا. خلينا نكون واضحين جدا. لم تجاهر الأطراف المسلحة الآن أو المتصارعة داخل طرابلس بمطالبها بشكل فعلي، أنها تبحث عن مناصب وزارية واضحة ومن تريد بالضبط وما هي الأسماء التي ترغب فيها. فقط الحديث الآن عن السيد جمعة المعرفي وهو أحد قادة الجيش في السابق في عهد النظام الزعيم معمر القذافي، وكان مسؤولا عن كتيبة الحرس الخاصة بالعقيد القذافي. الآن الحديث عنه أنه من الأسماء التي ترغب المجموعة اللواء السابع أو من هم حولها أو من يمثلها اجتماعيا وسياسيا بالدفع بهذه الشخصية. هناك أيضا الحديث عن مشاركة اللواء السابع والمجموعات التي معه في خطة الترتيبات الأمنية. إذن ما يحدث الآن هو صراع مجانين على العاصمة لتدمير. طيب، العاصمة للمشاركة. من يخرق اتفاق الزاوية اليوم هو لواء الصمود وقوات الأمن المركزي أبو سليم، ولكن حكومة الوفاق بذاتها أعلنت حالة الاستنفار الأمني ربما. هل هذه مؤشرات للتصعيد؟ نعم. شبهة التصعيد، خاصة أنه في 11 من سبتمبر الجاري حدث خرق لنفس الاتفاق، وكانت هناك أعمدة للدخان وسقوط للقذائف في مطار معتيقة والكريمية ومنطقة أبو سليم، ليس كذلك؟ كل ما أمام حكومة الوفاق الوطني هو خيار من اثنين، إما أن تواجه المجموعات التي خرقت اتفاق الزاوية وميثاق الزاوية للهدنة والتهدئة ولفض النزاع ووقف اطلاق النار، أو أنها تحاول احتواء المجموعات المسلحة في إطار خطة أمنية أو تعديل وزاري أو مشاركة شخصيات منها في المشهد أو محاولة إقحام بعض الشخصيات في المشهد خلال هذه المرحلة. أعتقد أن مسألة المواجهة غير واردة أبدا، لأن كل من هو يتصارع الآن يدعي أنه تحت عباءة حكومة الوفاق الوطني وأنه تحت عباءة المجلس الرئاسي وأن المجلس الرئاسي غير قادر بالفعل على إدارة أو لجم هذه المجموعات من ناحية. ومن ناحية أخرى، حتى مسألة الاحتواء تحتاج إلى آليات وإلى ترتيب وإلى قواعد وإلى مجموعة من الخطوات ومجموعة من المحطات تنتقدها حكومة الوفاق الوطني قبل أن تصل إلى مسألة الاحتواء هذه المجموعات. والجيش الليبي أين هو من الإعراب الآن أو العسكري في سيد بالقاسم؟ الجيش الليبي كيف يراقب الوضع؟ القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبي، نعم، القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية موجودة مستعدة جاهزة، لديها قوات قريبة جدا من العاصمة طرابلس. أعتقد أن المشير حفتر يتابع باهتمام كبير جدا ما يحدث في العاصمة. اليوم شهدنا بشكل مفاجئ ظهور أو انطلاق عشرات من الشباب داخل العاصمة وتوزيعهم لصور للتأييد للجيش وحملة على مواقع التواصل الاجتماعي هلا بالمشير، وأن العاصمة ترحب بالمشير حفتر كمخلص للأزمة الأمنية داخل العاصمة. أعتقد أن المشير حفتر قد يكون له دور مهم جدا، ما إذ تم التنسيق ما بين القيادة العامة للجيش والمجلس الرئاسي، كون أنه مسألة التنسيق مسألة مهمة جدا، لأن الصراع مع مجموعات مسلحة غير منضبطة.
أي أن مسألة المواجهة قد تكون متاحة في أي لحظة. أعتقد أن الجيش يتابع بشكل جيد ما يحدث في العاصمة ويستعد، وأعتقد أنه ينتظر الدعم الشعبي والتفويض الشعبي لخوض مثل هذه العملية. عملية تأمين العاصمة ليس عملية مواجهة الجماعات المسلحة بمسألة عنف، إنما محاولة لجمها ومحاولة السيطرة عليها في إطار خطة أمنية واضحة. كانت قد طرحت هذه الخطة بشكل فعلي في لقاءات توحيد الجيش في القاهرة، وقد وضعت كمشروع قابل للتنفيذ ومشروع سيدخل حيز التنفيذ ما يعني استكملت اجتماعات توحيد الجيش التي جرت في القاهرة، ولكن لبعض الاعتبارات وبعض الأسباب السياسية أعتقد أن هذا المشروع عطل بشكل مؤقت. الجيش موجود، المجلس الرئاسي يعمل بمجموعات أمنية صغيرة جدا، المجموعات أو الكفاءات الأمنية الموجودة في حكومة الوفاق الوطني عددها قليل للأسف. الكفاءات الوطنية والمهنية في إطار المؤسسة العسكرية يتم إقصائها بشكل فعلي، أو تم إقصائها فعليا من الجماعات المسلحة. أشكرك سيد إبراهيم. واستبدلت بالقيادات خلقتها الأزمة بشكل فعلي، هذه القيادات فشلت في أداء دورها. الآن الحديث أشكرك جزيلا إبراهيم بالقاسم المحلل السياسي الليبي، أشكرك ضيف الكريم من القاهرة. وقت المقابلة قد انتهى، أشكرك على ما تفضلت به، شكرا جزيلا.